معنا الأخ غاندي فلاح، منظم بطولة كرة القدم في ملعب كفر إسماعيل اليوم. ممكن تحكي لنا شو مناسبة هاي البطولة وشو أهدافها؟ أول شيء مساء الخير، أهلا وسهلا في أطار، أهلا كثير بتشرفونا في كفر إسماعيل. هدف البطولة هاي هو مناسبة عيد سيدنا النبي شعيب، كان لازم يكون الجمعة الماضي، بهالمناسبة كمان متقدم بعز التاج أولاد أبو سعيد فندي فلاح الله يرحمه. هدفنا هو نجمع كل شباب كفر إسماعيل. كفر إسماعيل من أيام قديمة الرياضة دائما كانت مميزة كثير في كفر إسماعيل، وبعدها لليوم كمان. واليوم يعني هدفي أنه كيف أجمع الشباب كلها في كفر إسماعيل على ملعب واحد، أخي يلعب ضد أخوه، أب يلعب ضد ابنه، يعني ألد من هيك ما فيش. يعني انا بتوقع انه كمان يعني هون خلينا نفهم الهدف مش الفوز ولا الربح، لا الهدف اجواء لا. اجتماعيه حلوه اكيد، تلم شمل شباب البلد اكيد اكيد اكيد. عندنا ثمان فرق، المباراه مكونه من ثمان فرق، هي بنلعب زي ليغا مجموعات. واللي بيغلب ألف مبروك، وأنا بتشكر كل رؤساء الفرق، بتشكر أهل كفر إسماعيل، شايف الأوضاع هون كثير كثير حلوين، اللعيبة يعني الكون اللي ممكن يكون ليش استمراري ولا؟ بالنسبة إلي النجاح هذا التورنير إذا أنا بستمر فيه، هذا أكثر إشي أنا بالنسبة إلي كغندي، إذا نجاحه هو استمرار. شغلة أخيرة يعني مهرجان من الشكل، مهرجان مصغر كرة القدم، بده دعم، منين جبت الدعم؟ الدعم كل لعيب من الفرقة دفع 100 شيكل، ومن 100 شيكل احنا جمعنا وعملنا كل هاي الشيكل، يعني كله من رؤساء الفرق واللعيب. يعطيك ألف عافية. شكرا وأهلا وسهلا فيك.